مساء الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير. النهاردة هنتكلم عن موضوع براءة الراهب أشعياء والراهب فلتأوس بالأدلة والإثبات والبراهين وقرار البابا ثوادروس. طبعا احنا عرفنا ان تم تجريد الراهب أشعياء من الرهبنة، ولسه هيتخذ قرار في الراهب فلتأوس في شهر نوفمبر، ولكن هناك أقوال وتثبت أن هؤلاء الراهبين أو هذان الراهبان هم البراءة الكاملة. ليه؟ طبعا النيابة قدمت أن الأنبا أبيفانيوس تم قتله ب مصورة، مع ان الكشف الطبي يقول ان هو اتضرب بساطور في دماغه، لان دماغه اتفتحت نصين والمصورة ما تقدرش تعمل الكلام دوت. دي حاجة. الحاجة تانية ان النيابة قامت بتعذيب غير عادي للراهبين وخصوصا الراهب أشعياء، وبيقول ان هما مسكوه علقوه من رجليه وبالمروحة، سقف مروحة، وخلوه يلف، لدرجة ان حكى لاخوه قال له لو قالوا لي وسألوني وقالوا لي انت اللي قتلت السادات هقول انا اللي قتلت السادات من كتر التعذيب اللي شافه. كمان بيقال ان وقت ان كان في راهب اسمه زينون، الراهب ده هو اللي كان عارف الحقيقة وحقيقة مين اللي قتل الرهبان دول، ولكن قالوا ان هو انتحر. دي حاجة. الحاجة التانية يقال ان في ناس تسللت من سور الدير وهم اللي قتلوا الانبا افانيوس واستخبوا في اللاية. كمان في اقوال بتقول ان الضابط اللي وقت الحادث تم ترقيته تاني يوم الى رتبة لواء، وضباط كتير اترقوا على الحدث هذا الحدث. كمان بيقولوا ان كان في ارض حوالي 1150 متر خاصة بمشاريع الدير تم الاستيلاء عليها ولم يتم القبض على الجنين. كمان يعني عايز اقول ان كل الادلة، ان النيابة نفسها لما منعت ان حضور اي محامي مع الراهب أشعياء والراهب فلتأوس، وده غير منطقي وغير قانوني. كمان بيقول ايه، يقولوا ان النيابه صمتت، رئيس النيابه صمت عند وجود عند قول الراهب أشعياء انه اتعذب وشاف عذابات كتيره قوي واهانات وضرب وكل حاجه، والنيابه حصل لها صمت وما اتكلمتش عن اي حاجه. كمان بيقول ان الاتصالات، جهات الاتصال اثبتت ان الراهبين ما كانوش موجودين ساعتها وقت الحادث، ما كانوش موجودين وقت الحادث ساعتها. فكل الادلة والاثباتات بتقول ان مش هما اللي قتلوا الانبا أبيفانيوس، ولكن بيقال ان هناك عارفين ان كان في علاقة سيئة بين البابوية وبين هذا الدير منذ ايام عصر الاب متى المسكين ومشاكله مع البابا شنودة الثالث وكذلك البابا ثوادروس، والناس استغلوا هذا الكلام ومعرفتهم بهذه الخلافات، وعشان كده هم حاولوا قبل كده انهم يقتلوا الانبا أبيفانيوس، ولكن ما حصلش، ولكن ما اذنش في الوقت ده، ولكن حصل بعد كده. الحاجة التانية ان بيقولوا ان البابا ثوادروس قرر ان هو يختار بعد كده رئيس للدير من رهبان دير الانبا مقار، ولكن البابا نفى هذا الكلام وقال ان هو لسه ما قررش وما حددش مين اللي هيكون رئيس الدير. احبائي واعزائي، دي كلها اقاويل واحاديث، ولكن انا ما اقدرش اقول ده هو ده الكلام اليقين ولا الكلام، ولكن ده كلام برضو سمعناه وحبينا نوضح لكم الامر هل فعلا، ولكن الحقيقة ربنا يظهرها إن كان وهذان الرهبان براءة فعلا من قتل الأنبا أفانيوس، وأكيد ربنا في يوم من الأيام هيظهر الحقيقة.
ونعلن أسفنا وحزننا الشديد لما حدث في بلد لبنان الشقيقة من حوادث وحرق ونسف مدينة لبنان. وربنا يرحم كل من توفى ويشفي كل من أصيب. وكذلك البابا نعى كل الشهداء أو كل قتلى لبنان، لم يعني أقصد شهداء، آسف، هم قتلى، ونعزي الأمهات لأطفالهم ورجالتهم وكذلك الرجال. ونقول يا ربي اجعل دايما السلام يا عم في بلدنا مصر العظيمة بقيادة جيشها القوي الحميم اللي بيخاف على بلده، كذلك يحافظ على الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل المواطنة الحقيقية اللي بيحافظ على بلده ولا يقوم يعني ما بيقومش بأي تفرقة بين أي حد من أفراد شعبه سواء مسيحي أو مسلم. وكمان بنقول ان ربنا يتدخل ان شاء الله في محاربة الارهاب اللي بيحاول يمزق كل سلام داخلي وكل سلام بيحصل بين الدول وبعضها. انا معرفش ليه الشيطان بيخش في قلوب الناس دي وفاكرة ان مجرد ما ترهب الناس انت كده ما بترهبش الناس ولا بتخوفهم، انت كده بتثبت لهم ان انت انسان ضعيف، ان انت انسان بعيد عن ربنا. ربنا يتدخل دايما ويحفظ كل شعبه ويحفظ كل وطنه ويحفظ على البلد. يعني بنشكر ربنا الحمد لله ان هو بدأ يفتح بيوت الله وسواء مساجد او كنائس، ونشكر الله على كل حاجة بيعملها معانا خير والحمد لله. وحب اوضح تاني نقطة تانية، اني ان شاء الله زي ما انا قلت القديرة هتبتدي تفتح ابوابها، ابتدى بدير المحرة بدأ يفتح أبواب الدير من الساعة 7-6 الصبح لحد 7 مساء، وبالنسبة للأماكن الأثرية من الساعة 10 صباحا حتى 4 عصرا. وإن شاء الله الأديرة بعد كده هتبتدي تنفتح واحدة وراء أخرى وتعود تاني السلام يعم على جميع البلد وكل البيوت ان شاء الله. الله تتفتح بصفة مستمرة وتتفتح لعامة الشعب، لاننا كلنا احنا عارفين ان المصريين بطبيعتهم يعرفوا ربنا وناس مؤمنين سواء مسيحيين او مسلمين. وربنا يحافظ على هذا الشعب العظيم، شعب مصر الكريم، شعب مصر اللي فعلا مهما اتكلمت عنه هو شعب نقي، شعب مؤمن، شعب خلاق. شكرا لكم احبائي واصدقائي، لو عجبكم الفيديو ارجو الاشتراك في القناة، ولكم مني كل الحب والتقدير.